قبل بضع سنوات تخيلت سماء بها سحاب على شكل أرنب. من تلك الصورة الذهنية رسمت لوحتين، هذه واحدة وهذه واحدة. لصنعها قمت ببساطة بدمج بعض صور السماء مع صور أخرى للأرانب، عملية بسيطة حقا. أعطيت هذه المهمة نفسها لثلاث برامج شائعة تنتج صورا من خلال الذكاء الاصطناعي، دريم ستوديو، ميد جورني، كريجون. بينما أقدم لكم النتائج التي توصلت إليها هذه البرامج، أشارككم بعض الأفكار حول هذا الموضوع. في ذلك اليوم أرسلت صديقتي لي مقطع فيديو لأشخاص يتجادلون في الشارع، أحد مقاطع الفيديو المنتشرة المضحكة بسبب المبالغة في تعبيرات الأشخاص، لكنهم لا يؤذون بعضهم البعض حقا. مت ضحكا وهو يقول أتريد أن تموت؟ والآخر يرد أمك إذا كنت ستقتلني اقتلني. بدت هذه العبارة مضحكة للغاية بالنسبة لي، لدرجة أنني دونتها في التعليقات على هذا الفيديو. على الفور قفز روبوت اليوتيوب وغطى شاشتي برسالة تقول قواعد مجتمعنا لا تسمح بتهديد المستخدمين الآخرين. لم أكن أعرف هل أضحك أم أبكي. هذا هو سبب عدم قدرة أجهزة الكمبيوتر على صنع الفن، لأنها لا تفهم المعنى الذي نعطيه للكلمات. إنهم يفهمون ما تعنيه كلمة قتل، لكنهم لا يفهمون المعنى الذي يعطيه المرء للكلمة. لن يتمكن الذكاء الاصطناعي المبرمج كما هو اليوم من إخبارك بمزحة. للقيام بذلك يجب أن يفكر مثلنا، لكننا أنفسنا لا نعرف كيف نفهم معنى الأشياء. إنه شيء نقوم به، لكن العملية التي نحققها من خلالها تتجاوز فهمنا. في اليوم الذي نفهم فيه كيف يفهم دماغنا الكلمات والأشياء، سنكون قادرين على برمجة آلة تفكر مثلنا. يحدث أن يكون الفن على هذا النحو. عندما نرسم، ما نقوم به هو تحويل اللوحة التي ليست أكثر من دهان لمسحوق ملون إلى شيء منطقي، منظر طبيعي، وجه أو أي شيء آخر نراه ونتخيله. ما يفعله الكمبيوتر هو التقاط الصور ومزجها بناء على التعليمات التي نقدمها له. إنه يفعل ذلك بطريقة مذهلة، نعم، لكن الكمبيوتر لا يفهم ما يفعله. بالنسبة له الأشياء التي لا معنى لها بالنسبة لنا هو يفعلها. نحن نعطي معنى للأصوات والكلمات والصور والأشياء. لماذا لدينا أصيص به نبات داخل منزلنا؟ إنه يعني شيئا لنا حتى لو لم نفكر فيه، لكنه منطقي. هل يمكنك إنشاء فن بهذه البرامج؟ بالطبع، لكن عليك أن تعطي المعنى لها. الكمبيوتر في حد ذاته لا يفهم الصور التي ينتجها. كما ترون هذه المهمة البسيطة، مهمة تخيل سحاب على شكل أرنب معقد للغاية بالنسبة للآلة. بالطبع عندما يقوم الأشخاص الذين يتطلعون إلى بيع هذه البرامج بتقديمها لك، فإنهم يعرضون أمثلة الصور التي يتمكن الجهاز من تحقيق نتيجة رائعة فيها. الأشياء البسيطة مثل إظهار كلب بنظارات داكنة لا تمثل أي صعوبة للآلة. هناك صور أخرى وجدتهم مدهشين. لقد قمت مؤخرا برسم صورة أنا دي أرماس لممارسة تقنية كارافاجيو، وطلبت من البرامج إنتاج صورة مماثلة. أظهر دريم ستوديو نتائج رائعة. كريجيون قام بعمل بعض الصور البشعة، والتي يمكن أن تكون بمثابة صور مرجعية لرسم الصور بأسلوب فرانسيس بيكون. وقد أنتج ميد جيرني صورا أقل رعبا، ولكن مرة أخرى دون فهم الأشكال التي يحاول نمذجتها. قبل بضع سنوات عرض مجموعة من المبرمجين برنامج لصناعة الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي على هاياو ميازاكي مدير استوديو جيبلي المشهور. その毎朝会う、毎朝この頃会わない、あの身体障害の友人がいるんですよ。その配達員だけど大変なんです。彼の筋肉が怖がってる手と僕の手でこう配達するの。で、その彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ること、できないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。 そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事とつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。どこでたどり着きたいですか。
典が書くのと同じように絵を描く機械を作りたいんだ。はい。أعتقد أن الأشياء لم تتغير كثيرا منذ ذلك الحين، ومرة أخرى لن تتغير حتى يتم تصنيع جهاز كمبيوتر يحاكي الفكر البشري ولا يقوم فقط بالعمليات والحسابات والإحصائيات والشبكات العصبية. واثق على أنه يمكن تعليم الآلة لعب الشطرنج، فهي في النهاية لعبة ذات قواعد واضحة وخيارات محدودة، لكن الفن شيء أكثر تعقيدا بكثير، حيث يتعامل مع تفكيرنا ولا يقتصر هذا على العمليات الإحصائية. تولد هذه البرامج نتائج مثيرة للفضول، لكنها بالتأكيد لن تحل محل عمل الفنان. يمكن استخدامها كمولد للصورة العشوائية التي يمكن للفنان أن يبدأ منها في صنع عمل، كأداة لإنشاء الصورة النهائية. يبدو لي أنها محدودة للغاية. عليك أن تستمر في المحاولة مرارا وتكرارا حتى ينتج عن البرنامج صورة تشبه إلى حد ما تبحث عنه. في الوقت الحالي تعمل بشكل جيد كترفيه مثل لعبة، تعطيها تعليمات وتفاجئك بخدعة. أتذكر عندما ذهبت إلى مركز التسوق مع أصدقائي من المدرسة الثانوية، وعندما غادرت موقف السيارات وأعطيت تذكرة للآلة التي ترفع الحاجز حتى تغادر السيارة، قال صديقي إيميليو للآلة: مساء الخير، شكرا لك كثيرا. وقلت له: إنها آلة لا تفهمك. فأجابني: ذات يوم ستسيطر الآلات على العالم، وعندما يأتي ذلك اليوم أريدهم أن يتذكروا أنني كنت لطيفا معهم. أقول لكم، في اليوم الذي تخترع فيه الآلة النكات الخاصة بها سنبدأ حقا في القلق.